السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم أسرار الطبيعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل ما هو جديد. بسم الله، نبدأ حلقتنا اليوم بهذه الآلة. هذا راديو قديم كما تشاهدون، يوجد فيه زئبق فضي كما تشاهدون أمامي. هنا هذا الراديو يحتوي على زئبق فضي، ليس زئبق أحمر. إن شاء الله تعالى سنريكم الزئبق الأحمر ومن أين يستخرج بالضبط. شاهد الفيديو حتى النهاية إن شاء الله تعالى. كما تشاهدون الزئبق الفضي هنا، وهنا كما ترون أمامي يوجد هنا تلفاز قديم يحتوي على مادة الزئبق الأحمر الريد ميركور كما تشاهدون أمامي هنا. إن شاء الله تعالى سنقوم باستخراج المادة كما تشاهدون. ها هي مادة الزئبق الأحمر أو كما تسمى بالإنجليزية ريد ميركور، التي يتراوح سعرها بين 10 ملايين دولار. سعرها خيالي جدا، سعر الزئبق الأحمر 10 ملايين دولار للجرام الواحد. يعتبر الزئبق الأحمر من أندر المواد الطبيعية الموجودة في الطبيعة، وهو عنصر نادر جدا، لذلك هو غالي الثمن. هذا يرجح سبب ندرته وثمنه الغالي جدا. وهنا سنشاهد الآن هذا المقراج كما يسمى بالعربية، حتى ويحتوي على الزئبق الأحمر كما يزعمون كما يقولون. إخواني المشاهدين، حسب أبحاثي وقد عملت العديد من الأبحاث على هذه المادة، وجدت أنها فقط مادة خيالية. حذاري والنصب، حذاري والنصب، حذاري والنصب. النصاب موجود في أي مكان، لا تغتر باللون الأحمر أو أي شيء. حذاري من النصب، حذاري من النصب. مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.